أهلا بيكم في بلو ري تكنولوجي بريزنت تو يو باي حبيبة بنيامين يا أحمد. أول حاجة عايزين نعرفها هي ايه هو البلو ري. بلو ري هو جيل جاي لشكل قرص البصر بيخزن معلومات رقمية، هو زي سي دي او دي في دي لكن مع مساحة اعلى بكتير للفيديو وصوت عالي الجودة. البلو راي مش بس عنده مساحة كبيرة لكن كمان بيقدم مستوى جديد من التفاعل يخلي المستخدمين يقدروا انهم يتصلوا بالانترنت ويحملوا ترجمات على الفور، وغيرها من الميزات السينمائية الجديدة المتاحة حاليا. ازاي بيشتغل البلو راي؟ بلو راي بيقدر ان احنا نخزن عليه عن طريق الليزر لازر اللي طول الموجة بتاعته اكتر بكتير اقصر بكتير من الليزر لازر اللي بنستخدمه في الدي في دي اللي هو حوالي 650، ولكن الليزر الازرق يبقى الموجة طولها فقط 405 مع نظام عدسة قوية والفتحة العددية اللي هي حوالي 0.85. النتائج دي بتخلي الليزر يقع في حتة صغيرة جدا بيسمح كتابة أجزاء البيانات أصغر مما بيزيد كمية البيانات اللي بتبقى على القرص، ده طبعا ميزة كبيرة جدا في البلو ري. دلوقتي نشوف البلو راي فيرس الدي في دي. عايزين نعرف ايه هو الاحسن في البلو راي. اول حاجة جودة الصورة، الريزوليوشن من اهم الحاجات اللي في الصورة وهي اللي بتخلي الصورة شكلها احسن، وده معناه انك بتشوف الصورة بتفاصيل اكتر وبشكل اوضح زي الشعر والتجاعيد في الملابس وكل ده. الحد الاكثر ريزوليوشن بتاع البلو راي 1080 لكن الدي في دي 480 بكسل. بيستخدم تقنية البلو راي افضل اساليب ضغط الفيديو وده بيؤدي لمزيد من التباين وبيخلي الالوان واضحه اكتر، ولو حبيت بتحب طريقه الاتش دي فالبلو راي هيبقى احسن لك بكتير. فبلو راي هو اعلى جوده فيديو متاحه اليوم، وفي بعض الطرق بتقول ان دار السينما البلو راي بقت تماما زي دار السينما، وخصوصا لما بيبقى يظهر على تلفزيون يكون عالي وواضح الجوده، وده باين في الصوره اللي قدامنا هنا بتبين الفرق بين الصوره في البلو راي والصوره في الدي في دي. تاني حاجة معانا، تاني فرق هو جودة الصوت. تم تحسين جودة الصوت والريزوليوشن بتاع الساوند تراكس بقى عالي بقى زي ترو اتش دي و اتش دي ماستر اوديو، وده طبعا مطابق للاستوديو ماستر، عشان كده احنا بقينا تماما زي المخرج او مهندس الصوت اللي قاعد في الاستوديو وبنسمع نفس الحاجة. تالت حاجة المميزات الخاصة بتاعت البلو راي. البلو راي ليه مميزات خاصة واهمها البوب اب منيو وهي اللي بتسمح الوصول للوظائف القائمة وانت شغال بتلعب، وده بيشمل ابتكارات تانية زي صورة في صورة وتعليق الفيديو والقدرة على تحميل محتوى جديد من مشغل البلو راي. وبكده نبقى عرفنا ايه البلو راي وايه الفرق بينه وبين الدي في دي. شكرا جدا واتمنى الفيديو يكون مفيد. دي الريفرنسز. شكرا. Created using Powtoon.